البحر المتوسط لعب اسرائيل. كانت فين؟ كانت في تركيا. تركيا. اه سنه كم؟ حضرتك سنه 93. 93 دي ما دي لم احصل على مكافئتها لغايه الان. أنا كان عندي لياقة هنقول نسبة 95% بقى عندي 200%. أحسن أسرع عيد على مستوى الشرق الأوسط، منتخب مصر نفسه. فالتجأت طبعا لعمل الكشري. لا سافرت طنطا بقى. في طنطا التجأت لعمل الكشري. وعدني اللي هو شغلني طبعا في نادي الاهلي، ووعدني اللي هو يعمل لي تكريم في الاستاد القاهره باسمي، وعدني اللي هو يشوف لي شقة. طبعا مصاريف الدراسة زادت وكده، فما قدرتش انا اصرف عليها. ما حصل خلاف بينه وبين والدته وكده، الولد بقى من هنا لهنا لهنا لهنا، الولد انتحر عشان مش قادر ادفع له.